على الهواء. ثلاثة اثنين ابدأ. طيب عندي الصورة هذه. كم مرة بكيت في المرحلة الابتدائية؟ كثير. عطنا وش المواقف اللي حصلت لك انك فعلا يعني هل ضربت تغيبت؟ عطنا من الاشياء اللي ذكريات. بكيت يوم الوالدة تمشت شعري وانا صغير. يعني كان يعورني. فلا كنت تتحمس انك تروح المدرسة ولا كنت مرة تبغى غيابات وتسليم؟ ما عندي مشكلة انا اروح مدرسة بس لا تمشط شعري. لو مشكلة اروح في كريم. الله. طيب الصورة الثانية. كم مرة تكرمت في المرحلة الابتدائية؟ قصدك كم مرة تكرعت في المرحلة الابتدائية؟ تكرعت كثير صراحة. تكرعت وانا افطر. ثلاثة اثنين تفضل. كم مرة تكرمت في المرحلة الابتدائية؟ والله يعني ما اذكر صراحة، بس اني اتذكر والله صراحة اتذكر انهم اعطوني هدية، بس اني كنت في فريق مدرسة وفزنا وكذا واعطوني. ايش المناسبة اللي كانت انك هل حصلت على فزت في فريق او انك اي كنت العب كرة قدم؟ ما شاء الله جميل. طيب ايوه واعطوني هندسة. تصدق هندسة؟ طيب جميل. تخرجت من الابتدائية كم كان معدلك؟ والله اني ما اتذكر. سؤال قديم ترى. غير الصورة؟ طيب يلا جاوب. ايش؟ جاوب. اتوقع اني كان تقديري من الابتدائية اتوقع ممتاز. ممتاز ممتاز بس ما اتذكر النسبة. طيب شكرا لك. بالله ايش رايك في اداء ياسر؟ فاجأتني ياسر. شكرا لوجودك في البرنامج. اسمح لي هاك. انا بقلب صقر. شكرا لك استاذ محمد. دقيقه في سؤال من المخرج معنا. مخرج برنامج ياسر. تفضل المخرج. تفضل. متى بدات قوله الف؟ دقيقه. لا والله فيه. ها تفضلوا. اكيد بيسال سؤال عن المقصف. يقول لك عمرك انشدت في المرحله الابتدائيه؟ سؤال فعلي. انشد. نعم. يلا عطنا النشيد بعد اذنك. كنت في الفصل وانشدت انشوده كان قديمه هي. لا تخافي. لا تخافي قولها. ثلاثة اثنين هوا. لا والله مو لا تخافي. مسلمونا. مسلمونا تفضل. يلا مسلمونا قلتها في الإذاعة والله. ثلاثة اثنين تفضل. تستغربوا من صوتي. يلا تفضل عادي. مسلمونا مسلمونا مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. هذه مطرح. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. شكرا لك استاذ ياسر. تبغى الضيف الثاني؟ تفضل. يلا شكرا. شكرا محمد. الضيف الثاني. اهلا وسهلا. تفضل. الصورة الأخيرة بنعدل فيها. تفضل. الصورة الأخيرة بنعدل فيها. الصورة الأخيرة فينها؟ أيوه. قل كذا. تمام؟ طيب. هذا الصورة بعد التعديل بارك الله فيك. تمام؟ جميل. كذا. طيب. حلو لا تعرضها كاملة. طيب. جاهز؟ يلا. جاهز. ثلاثة اثنين تفضل. حياك الله يا صقار. الله يحييك ويبقيك يا هلا وسهلا. صقار مرحلتنا اليوم ذكريات عند عنوان الحلقة اسمها ذكريات في المرحلة الابتدائية. ايوه. سؤالي كم مرة تكرمت في المرحلة أو بكيت في المرحلة الابتدائية؟ والله يا طول العمر والسلامة احنا في المرحلة الابتدائية مرينا بتجارب وأشياء وأمور يعني كنا تقريبا أطفال يعني فما نقدر يمكن نوصل مشاعرنا لعدة أمور فكنا نبكي يمكن على أتفه المواقف يعني مثلا مزح طالب يمكن صوت عالي من أستاذ إن احنا نفهمه غلط كأطفال. قد حصل لك موقف فعلا أنك يعني بكيت منه؟ والله بأمانة وذمة أنا بيوم اليوم كنا نلعب بحصة الرياضة فعكرب لي أحد الزملاء وعكربة قوية وضربني من رجلي من تحته فطلعت من الحصة وأنا تأثرت يعني حصل لك؟ أي والله وبكيت صراحة. طيب. جميل. سؤال كم مرة تكرمت في الابتدائي؟ أوه أيام عاد أيام التكريمات والاحتفالات هذه ما تنسى بأيام الابتدائي والله أذكر بيوم من الأيام أن بعد الفسحة قالوا لنا أول ما تخلص الفسحة تجونا بالحصة الرابعة بالساحة مشاركين تربويين من إدارة التعليم وفي عاد أنشطة فعاليات اجتماعية ترفيهية اللي انت خابرها تصير بالمدارس صحيح وانبسطنا وفرحنا هذيك الأيام
كان في فعاليات وأسئلة اللي جاوب عليها جوائز. يعني هو كان حفل أو أسئلة وبعدين. ومنها ألعاب رياضية وثقافية وكذا طيب. واجتماعية ومشاركين معنا الطلاب بالمدرسة. فخذيت والله جائزة وغيرها وغيرها طبعًا يعني زي مثلًا لما الأستاذ يقول لنا اللي يجتهد ويحل الواجب له جائزة طبعًا نمسي عليه بالخير والله يطول بعمر الأستاذ القدير كان أب قائد روحي الأستاذ خلف المرسال من أهل المنطقة عندي. جميل. إيه والله لا طيب. أثر. تخرجت من الابتدائية كم كان معدلك؟ تخرج أيام ما تنسى هذه تعتبر أيام تاريخية جميل. لكل منا يمكن فتخرجت والله أذكر من الابتدائي بتقدير ما شاء الله تبارك الله ممتاز ما شاء الله. مع شهادة شكر وتقدير جميل. وأذكر أن المدير أيضا الأب والقائد الروح أيضا ونمسي عليه بالخير الأستاذ خلف المنصور مدير مدرستي أنا ذاك كان له فضل عليه صراحة أذكر أنه حب يشكر الآباء على اهتمامهم بالطلاب المتفوقين طوال العام طبعاً كان شعور لا يوصف أكيد يعني أي فرحة ولخبطة مشاعر وبتنتقل المدرسة وشيء جديد فاهم فأشياء يعني وذكريات عمر هذه ما تنسى والله شكرا لك العفو الله يطول عمرك سيد الله يسعدك يا هلا وسهلا بقى الضيف الأخير تفضل معنا يلا. عمار يلا يا عمار وين عمار يلا 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 شباب اللي جاي مع مويا ذا عندنا هواء الحين جاي مع مويا رايق ضيف رايق يلا ادخل الله عليك يا ياسر مية مية يلا تفضل حياك الله يا عمار الله يبقيك يا هلا مرحبا هنا اي تفضل اجلس الله يسعدك عمار عندي مجموعة أسئلة طيب بسم الله لا وين طيب يلا. كم مرة بكيت في المرحلة الابتدائية في المرحلة الابتدائية أي. تغيب ما أذكر إلا موقف واحد فقط أحطنا أطلع الموقف كنت مرة مضاربة في الفصل جميل حصلت مضاربة فتضربنا بس مضاربة بسيطة وجاتني غدرة من واحد أوه غدرة جتني غدرة أيوة كنت واقف عند الباب وتجيني قرورة مطيرة 200 جاتني سقعتني من هنا لكن أنا يعني ما صحت في الفصل جميل يعني هديت الأمور ورحت دورة المياه وصحت يعني عشان الكرامة واحد يرفع من قصة صح طيب. بس هذا الموقف الوحيد اللي جاني طيب عندي كم مرة تكرمت في المرحلة الابتدائية في المرحلة الابتدائية كنت من يعني طالب مجتهد كم تذكر والله كثير لأن أنا كنت من النوع اللي وش السبب اللي فعلًا أنا كنت تكرمت أتذكر مرة في محافظة بدر أنا تنقلت من مدارس يمكن 4 أو 5 مدارس بين مناطق المملكة جميل رانية وخميس مشيط وخليص وفي المدينة بس تكرمت المرة دي هذه بدرع تبع محافظة بدر إيه؟ محافظة بدر تبع منطقة المدينة درست فيها تقريبا نصف سنة من مرحلة ثالث ابتدائي تكرمت فيه بالدرع. طيب. السبب مشاركة في الأنشطة المدرسية وحضرت أكثر من حفل هناك. جميل. طيب. هذه الصورة. تخرجت في المرحلة الابتدائية. كم كان معدلك؟ يوم تخرجت. عدة كان مرتفع. كان ممتاز. ممتاز. إيه. ممتاز. تقريبا نصف سنة هذه كلها في بدر. التخرج والتكريم في كانت محافظة بدر. جميل. أيوة. شكرا لك عمار. الله يسعدك. شكر مقدم. فقرة سريعة. انتظر يا عمار لا تروح. ياسر. أنت جيت وقلت أبغى أقدم أيوة. فقرة. الحين أنت قدمت. طيب. تمام؟ عطنا شعورك بعد ما قدمت الفقرة. شعورك مرة جميل. حبيت صراحة التجربة. يعني هذا كانت من أحد أهدافي طبعًا في البرنامج يعني منها تكون تسابق وتبرز الموهبة اللي عندي وهي موهبة التقديم يعني استفدت منها شيء كويس وتعلمت شيء حلوة. يعني أحس أنها درس في حياتي حلو. يعلمك أنك كيف تكون جيد ترى اللقاء الأول الثاني أفضل منه صح الثالث أفضل منهم كلهم هذا معناته أنك إيش؟ قاعد أي مارس. شوي شوي بديت حتى يوم قلت له في الصورة الأخيرة قال لك تخرجت من الابتدائية كم كان معدلك؟ ما قال مثل المرة الماضية كم كان معدلك؟ لا صح بدأ الآن إيش؟ يتحسن. يجود إيه كم كان معدلك؟ عطين ف ما شاء الله ما شاء الله انا فخور فيك الله يسلمك بيض الله وجهك كبير. وفكره حلوه ومن هذا وافضل ممكن هذه تكون بدايه لمقدم ان شاء الله في الايام القادمه الله الله وهذا هدف من اهداف البرنامج نعم الله يسلمك بيض الله وجهك يا حبيبي شكرا للاستاذ وليد بصالح انا ابغى الجمهور برضو يكتب يعني كلمات عن الفكره ونحن كلنا موجودين عشان
عشان نشجع بعض. صحيح. ترى المعلومية الواحد شباب